السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. اليوم بغيت نهضر في واحد الموضوع ديال واحد الاخ. واحد الفيديو راه منتشر هاد الايامات في السوشيال ميديا. واحد الاخ سعودي اللي كان في المغرب، يعني هذه مده 6 شهور هو مفقود في المغرب، يعني راح يمكن سياحه في المغرب على ما كنظن. ومن ثم يعني تواصل مع اهله يمكن مده شهرين، ومن بعد ما بقاش تواصل معاهم. دابا يمكن له 6 شهور هو في المغرب. مهم المقطع اللي صور واحد الاخ الله يجازيه بخير، دار واحد الخير في هذاك الانسان باش يرجع لبلادو، باش الناس توصل للاهل ديالو يرجع لبلادو، الله يردو سالم للاهل ديالو. حتى واحد ما يبغي يكون في هذيك الحاله اللي هو فيها. وبالنسبه للناس اللي كيهضروا، انا مهم جيت غير كنهضر على الناس اللي كيهضروا وكيقولوا بعض الكلام. السحر شوف، اي بلاد فيها الصالح وفيها الطالح، اي بلاد حتى بلاد ما مخطيه الناس اللي كتادي والناس السحر او الشعوذه في اي دوله وفي اي بلاد. المهم الناس اللي كطلع في التعاليق، انا شفت بعض التعاليق، شفت بعض الاخوان يعني اللي هم سعوديين اللي حاطين الفيديو ديالو تيقول بانه مسحور. الله اعلم السيد مسكين، الله يرد له عقله والله يرد به. راه ربي لطيف بالعباد، يعني ما دام ربي وصل لهذا الانسان اللي صوره غير باش يتعرف على عائلته، باش يرجع للسعوديه، باش يرجع عند اهله، يرجع لبلاده، راه هذه فضل من الله. ولكن الانسان كينوض بعد سميتو الحشرات ديال السوشيال ميديا ولا الناس اللي كتهضر اللي غير سامعه على واحد الدوله. انا كوني مغربيه وعايشه في عايشه انا مغربيه وعايشه في السعوديه، ولكن ملي كنسمع على شي حاجه كتقول يعني كيهضروا على بلادي ولا بالسوء ولا بش حاجه، يعني كتجمعوا بالنسبه او السعوديين كيجمعوا عام، ماشي كلشي، انا ما غاديش نقول كلشي، ولكن بعض الناس كتجمع كلشي بانه 40 مليون نسمه في المغرب ساحرين. واش حنا غير كندورو في الشوارع وكنمشيو في الشارع من شارع لشارع، يعني للدرجه هذه كيفكرونا بحال هكا؟ الحمد لله حنا اول من دائما اللي كيربحوا في الجوائز ديال القران، يعني هما المغاربه من اوائل ديال المغاربه، الحمد لله هذا من فضل ربي. والانسان اللي كيهضر بالسوء على اي دوله واي انسان كيادي اخوه المسلم، سواء في المغرب سواء اي دوله كتادي اخوك المسلم، راه خلاص انت شيطان بعينك، يعني شنو غندير لك؟ سواء كنتي مغربي، سواء كنتي سعودي، سواء كنتي اي من اي جنسيه. ولكن باش يجوا الناس، بعد الناس اللي انا كيبقى فيك الحال ملي كتشوفي الناس مضاربين في التعاليق او مضاربين في السوشيال ميديا، المغاربه سحارين، المغاربه كيديروا عندكم، ردوا البال، ديروا، كيبقى فيك الحال انك انتيا. بالنسبه لي انا الحمد لله عمرني ما شفت هذا الشيء في دارنا، عمرني ما كبرناش في هذا الشيء الحمد لله. كبرنا نحترموا الكبير، كبرنا نحترموا الصغير، كل شيء نقدروه، هذا الشيء ديال السحر، نقراو القران، يعني الصلاه في وقتها، شحال من حاجه الحمد لله، اللهم لك الحمد. بعض الناس يعني الله يهديهم، سواء في المغرب سواء في هذاك في الدول الثانيه اللي كيعيروا المغربيات، السحارات، الدرجال، الزواج قسمه ونصيب، وكل واحد ومكتاب له فين يعيش. اما باش تجي نتا ولا انتي باش تهضري على 40 مليون نسمه ولا اكثر بانهم ساحرين وكيسحروا وكيديروا وكيفعلوا، هذا الانسان هذا الاخ السعودي اللي هو مشى مفقود في المغرب، الحمد لله تلاقى بالناس مزيانين، يعني هما اللي صوروه وباش يتنشر باش يرجع لاهله. الاخ فهد الله يردو سالم ان شاء الله لاهله، ويكون متعافي يا ربي، ويعافيه ويشافيه، ونتمنى ما يكون تحت اداه. ويعني راه السفاره وكاع الناس تدخلوا وقالوا الحمد لله، يعني هو اصلا عنده اضطرابات، يعني لقاو عنده اضطرابات في العقل على ما كنظن، هادشي اللي قريت. اما هو صحته مزيانه وكل شيء، ولكن بعض الناس داروا فيديوهات عليه وكيقول لك داروا له في المغرب السحر المجنون اللي فقد عقله، ما بقاش عنده العقل، يعني هو مشى للمغرب بعقله ورجع بالعقل، ردوا البال، ما تبقوش تشوفوا المغرب، ما تبقوش ديروا. علاش هاد كميه الحقد بعد الناس؟ ما نقولش كلشي لانني انا عايشه في السعوديه وليت منهم فيهم،
ما نقدرش نعمم كل شيء. وكاع كاينين ناس سعوديين الله يعمرها دار، والحمد لله انا عايشه مع ناس الله يعمرها دار، وتعاشرت مع ناس سعوديين الله يعمرها دار، وما فيهمش لا حسد لا حقد. وكاينين بعض الفئات يعني الله يهديهم، الله يهديهم على نفسهم. رحنا امه واحده، أمة محمد، حنا أمة واحدة، سواء كنتي سعودي سواء كنتي مغربي رحنا أمة واحدة، أمة محمد. حنا كنشهدوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. علاش كتجي انت كتآذي وكتهضر وكتقول الناس انت ساحر، انت فاعل، انت درتي لهذا الإنسان، هذا الإنسان مكتوب عليه هذا المكتب. نتمنى ما يكون حتى واحد، انا ما نقولش حتى في المغرب كاين ناس اللي كيآذيو، وفي برا المغرب كاين الناس اللي كيعاديو، ماشي كلشي مزيان وماشي كلشي خايب. ولكن انا ما كنبغيش نعمم، لان التعميم راه ما مزيانش اصلا. علاش غنعمم على واحد الدوله ولا نعمم انسان فيها ما مزيانش نعمم عليه كامل؟ وهذا الانسان اللي قلتو انه هو مسحور ولا الله اعلم، انا ما غاديش نقول شي حاجه، الله اعلم شنو ربي شنو دار له باش ولا في هذه الحاله. نتمنى يكون على خير وبخير، ما يكون ما عنده حتى حاجه. ولكن غير الناس الله يهديكم، ما تبقاوش تجبدوا واحد التعمو وتقول واحد الكميه ديال واحد 40 مليون ناس هما ديال الناس او ديال البشر كتقولوا عليهم سحارات وساحرين. وكنتخيلوا روسنا ملي كنسمع انا هاد الهضره كنتخيل راسي بانني راه غير داعين بالمجامر كيف كنقولوا في الشوارع وفي الطرقات وفي كل شيء. راه الحمد لله راه حتى هنا فينا ناس مزيانين وفينا ناس اللي عمرها دار. المهم الله يهدي ما خلق. المهم انا بغيت غير نشارك معكم هادشي اللي صراحه كيطير في الخاطر. انا ما نتمنى حتى واحد يكون يادي اخوه المسلم، ما نتمنى حتى واحد يادي شو واحد. يعني الانسان حنا غاديين في هاد الدنيا عبر السبيل كله ومصيره، واحد النهار كنا غادي نمشيو تحت التراب. نتمنى حتى واحد يتفكر، لان الشرك بالله انك تسحري لشي واحد ولا تسحري لشي وحده ولا، هذا راه شرك بالله. والشرك بالله راه صافي، راه كفرتي، راه شركتي بالله شي حاجه راه كبيره عند الله. صافي الشرك لا حول ولا قوه الا بالله. الله يهدي ما خلق، وحسبنا الله ونعم الوكيل في من كيادي الناس واي واحد كيادي اخوه المسلم. ونتمنى نكون، المهم انا هادشي بغيت غير نوصل صوتي بعد الناس اللي صراحه كيضرني هادشي في الخاطر، فاش كنشوف الناس مضاربين او سحارات فاعلات تاركات حشومه وعيب وعار تعمم على دوله او تعمم على ناس ما كتعرفهمش غير. المهم الله يرد هاد الاخ فهد الجاموشي على ما كنظن الكنيه ديالو، الله يردو على الاهل سالم غانم. انا غادي نحط لكم الفيديو ديالو اللي ما شافوش يشوفوا. وكنشكر الاخ اللي صوروا في المحمديه في السوق في الجوطيه على ما كنظن في المحمديه، شكر ليه لانه هو اللي باش الناس تعرفت عليه وباش رجع لبلاده. شكرا خاص للاخ يمكن في تيك توك سميتو جمال، ما عرفتش شنو هذاك، المهم قال جمال. المهم هو اللي صوروا. وكنشكر اي واحد كيكتب كلمه طيبه او كيقول كلمه طيبه في اخيه المسلم وكيشكر اخيه المسلم. وحسن الظن، حسن الظن، ما تبقاوش تحطوا الظن يعني سوء الظن يعني في اي واحد. وما تعممش على اي انسان غير انت غير سامع فلان راه خايب، صافي راه هو خايب. حتى تعاشر الانسان وتجلس معاه وتعاشرو عاد ديك الساعه حكم عليه واش هو خايب ولا زوين. مهم نتمنى تكونوا مخليكم على خير، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو جديد وانتم بالصحه والسلامه. ونتلاقاو ومع السلامه، وسمحوا لي لا طولت عليكم. ونتمنى لكم كل خير والهلا يحشمنا، والله يسمح لكل واحد والله يهدينا جميعا يا ربي. نتمنى لكم كل خير والسلام عليكم. السلام عليكم الخوت، كنتمنى اللي شاف هذا الفيديو هذا يبارطاجيه. المهم جاي هنا كنفرش في السويقه ونتلاقى مع هاد السيد هذا متكي ليا في بلاصتي، كنتفاجئ باللهجه ديالو. المهم اللي سولته فهمت بانه سميتو فهد يا فهد. المهم هو مره هو كيلاشي مره كيعطينا عرض. اللي فهمت منه هو سميتو فهد الجاموشي. ايوه انت سعودي؟ ايوه سائق جمس. سائق ايش؟ سائق جمس احمر.
سائق جمس احمر. المهم ما فهمتش. المهم صديقي فهد، فهد انا غادي نمشي، انت لازم تبقى هنا باش الا شافك شي حد دين عقلك، باش الا شافك شي مسؤول يجي يلقاك في هذه البلاصه. يعني يعرفها العنوان، يعني اذا شافك شي حدا من عائلتك ولا شي بيعرفك شي حدا يعني يلقى، يعني وين يتصل بك. فهد اعطينا عقلك، شو السبب الرئيسي اللي جابك المغرب؟ قلت لي سياحه. ايوا امتى؟ اش من سنه؟ سنه شهر 11. شهر 11 2021. 2021. ايوه. اوراقك فين؟ هويتك فين؟ الهويه والباسبور. الهويه المهم تقدر تبقى انت في هذه البلاصه، تبقى هنا ما تحركش من هذه البلاصه. ما تحرك. صافي صافي. انا نبقى نطمئن عليك، نجي في العشيه ونجي الغدا باش نعرفك واش باقي هنا. صافي صافي مفهمني. كيف فتح المغرب يعني؟ وين الباسبور؟ حركت الباسبور. جواز سفر يعني وين؟ لا فيه، لا فيه جواز سفر. لا فيه حرق شو يعني؟ لا فيه، لا لا ما فيه، ما فيه. عطيك حرف الجيم يا ابو احمد. فهد يا فهد، فهد هاك هاك فهد، فهد هاك. من وين في السعوديه؟ مكانه كبيره. السعوديه. من وين المدينه؟ من ارض اليمن. لا المدينه، المدينه منطقه الباحه. مدينة الباحة؟ ايوه. باليمن ولا جدة ولا وين؟ لا لا الباحة. لا ماشي جدة، في البحريات. الباحة كسرت قزازك عبد الهادي. الجن كان بفضلك ملحوق عليه والله، رد اقامه كلها بالجيب بس اللي بنقرا احنا وانت. هما تعاونوا مع شي ناس وشرينا لي احنا هذه المنطقة هذا هو جدة. الله الله غالب، ما رديت للدار وما نخلي ما ندير معاه، ولكن هذا هو جهدي. نلبسوا هاد اللايبات هادي والمنطق، قسمنا معاه الرباح اللي غنديو هاد النهار هذا، قسمنا معاه. حتى حنا كون كنا في السعوديه راه ما كانوش غيدوزونا. صديقي فهد، فهد قيس هذا، قيس. كنتمنى اي واحد شاف الفيديو بارطاجيه باش يوصل على الاقل، يوصل غير السفاره السعوديه ويجيو يديروا لي حل. المهم العنوان كيف ما شفتوا في المحمديه في الجوطيه، حدا سوق الحمراء ديال الجوطيه، في كاين هذا المارشي هذا.